السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا متابعينا بعد راس الراس، مساء الخير، خليكم معنا. شوف ايه، انا جوعان، دق على المطعم. طيب مطعم؟ انا ليش ما افتح مطعم وبيع لهم واكسب فلوس؟ يا بابا هلا. نشتري مطعم ونبيع على زباين ونكسب فلوس. مطعم تبي تطبخ بوند؟ ايه. ها؟ ايه. تعرف تطبخ؟ يعرف. شو اخوانك يدقون على مطعم بيطلبونها الحين؟ انا افتح مطعم عندي. ايوه. وبيع عليهم. تبيع على اخوانك؟ ايوه. ليه ما تعطيهم مجاني؟ لا. كاش. لازم تعطيهم مجاني اخوانك هذول. تجيك صحن الطلب من المطعم. مطعم جيمس يطلب من المطعم؟ ها استدي. افتح المطعم على طول. تبي تفتح مطعم؟ اي. يعني تكسب على طول؟ ما ادري. ما ادري. ابي اشوف. يا حمود فراج تعال. ايش رايك؟ حمود يقول بنفتح مطعم. حلو. فكرته حلوه؟ كنسل. تبي تكنسل؟ ايه. اقعد. شو رايك فراج؟ مدير كنسل. كنسل؟ يلا مع السلامة. انت جوعان؟ ايه. حمودي طيب، وش يضمن لك اذا فتحت مطعم انك تكسب؟ اشتري كل شيء يبيه. كل شيء تبيه؟ ايوه. ولا كل شيء يبونه الزباين؟ كل شيء يبونه الزباين، وكل شيء اشتري سيارات يعني فخمة، أفخم سيارة بالله. وش يسوون بالسيارات؟ يأكلونهن؟ يعني أعطي مجر السيارات فلوس عشان أشتري أي سيارة بيها. أنت تفكر بالسيارات ولا تفكر بمطعم ولا إيش تبي؟ أفكر بمطعم وسيارات. يعني تبين أشترك سيارة؟ ومطعم. لا، أختر يا مطعم يا سيارة بسرعة. يا ولد والله يخطط، فكرك تجاري يا حمودي. وبعدين واذا شريت لك مطعم؟ راح اكسب فلوس. كده نفتح له مطعم؟ يلا. وش نسميه؟ مطعم حمودي المشاكس اللي معه فلوس كثير. مليون ألف مشتري. طيب خلينا نفتح المطعم على طول عشان ما يجوعون حيل. جعانين انت؟ ايه. يلا قدام. وهذا مطبخ حمودي. يا ولد يا حمودي، وش الحركات هذه؟ اقعد 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 يا خطير. وش الحركات هذه؟ مبروك، الله يبارك فيك. يا ولد حركات. ها نرتب كل شيء. انتم ترتبون؟ يلا قوموا رتبوا مع حمودي. يلا ها. جاهز حمودي مطبخك؟ قعد. والله حمودي يرتب. ايش تسوي؟ غسل. وش هذا؟ ما حركات يغسل الخضره. كفو حمودي. يلا حمودي حمودي، وش تقوله؟ لا تحضرني. والله حمودي كفو حركات. حمودي وش الدروج هذه؟ افتح حمود الدرج شوفه. وش اللي طاح؟ يا ولد ايس كريم وحركات حمودي. طيب هذه ناظر هنا. لا ليه؟ والله مطبخ محترم حمودي. حمودي لا ما في رعب. اشغل النار. لا. ها سمعت سويت. والله مطبخ على كيفك يا حمود. ايش رايك؟ فراج جعان. فراج الحين يسوي لك احلى كبسه حمودي. والله لا ناظر هنا عشان في ضرار. هذا اللي نشام لعبه، وهذا اللي نشام لعبه. لا تعلم كل شيء يا فراج. اسكت اسكت انت. خلينا قدام المتابعين. خل حمودي يطبخ يا فراج.
الحين هو يغسل الخضرة عشان بيطبخ لك. يا مسرف يا حمودي، ليش تخلص الماء؟ ما خلصت باقي. يا يسر حركات حمودي، فراج قل له اخلص علينا، قل له اخلص علينا. ليه ما تصب هذا؟ طيب يا كولا، ليش ما تصب؟ مو كولا، كوفي. كوفي شيء. حمودي حمودي، متى تبدأ تطبخ؟ يلا اخلص علينا. دقيقة خلنا اخلص يعني اطبخ. وش تطبخ؟ يلا نشوف. والدجاجة هذه وش سرعها يا حمودي، تعال. طحت الخضرة طحت. اغسلها بسرعة. اي اغسلها. حمودي. هلا. وش عندك الحين بمطبخك؟ تسوي لهم كبسة؟ انتم طالبين منه كبسة؟ لا. ها؟ طالبين برجر وبطاطس وبرجر. عندك؟ يبون كبسة، يبون برجر، ويبون بطاطس، ويبون كل شيء. عندي كل شيء. اذا ما يبون يعني كبسة، ايه؟ عندي البرجر هذه. حركات. وكل شيء يبون. يا والله حطمكم حمودي، تبي تطلبون غصب عليكم. حمودي ايش تقول؟ قرب يا ولد قرب. قرب يا ولد قرب. زين عندنا عشان حوالينا. وشو؟ زين عندنا عشان حوالينا. عشان عندك وزين حواليك؟ ها؟ عشان عندك؟ لا عشان عندي. عشان عنده وزين حواليه؟ لا. ها؟ طيب كفو يا حمودي. طيب اشوف بالله شغل الماء، انا معجب انا الماء، شغل الماء. حركات والله نظيف نظيف حمودي. يلا حمودي ايش تسوي الحين؟ يلا سوي. يلا ايوه اطبخ بيض، وبعدين مبروك. ايوه اسمك يا ولد. شوف بالله القدر، ابعد شويه بشوف فرمك. خلصت الحين. وش اللي خلصت؟ كبسه. خلصت كبسه يا ولد، ما عندنا. ما شاء الله يا البيض، شوي 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 بشوفه. وش على كيفك انت؟ تاخذ بيدك. شلها بهذه. هذه وش صنعها؟ ايه هذه. يلا شلها بيض. حطها بالصحن. وين الصحن؟ والله حمودي مطعمه ما ادري وش هو. حار. يلا حمودي. خذ الصحن وحط بول بيض. طيب حطه بالصحن، ما اقول لك حطه بالقدر. ايش بتسوي؟ احط البيض. تبي تحط لهم البيض؟ والله حركات حمود. حار. هوتش. كفو حمودي. ها؟ ايش تبي؟ عشان ما تخلص الماء. عشان ما يخلص الماء. طيب هذه كسكيته يعني الحين تعطيهم ولا تصبيره ولا وش؟ كبسه بيض. كبسه سمك. كبسه كل شيء. كل شيء؟ مودي ايش تسوي الحين؟ ايوه يلا. اصبر يا ماستر.
لما يستوي خص علينا يا حمودي. أقول لك أصبر لما يستوي. كم يبيله الحين؟ 10 دقائق. 10 دقائق؟ يا حمودي هذا ما صار برجر، كبسة. فراج يحسب لك 10 ثواني، هذه 10 دقائق ترى. 10 دقائق. استوى استوى. يلا طلعوا، يلا طلعوا بسرعة لا يحترق. يدخن يدخن يا حمودي. شفت يا هذه؟ يلا عط حمود بسرعة بسرعة. كنسل الثاني يا مطعم. يلا بسرعة. قل له سم بالله وكل. يلا سم بالله وكل في اليمنى فرسول الله عليه. السلام. تعال. وش باقي؟ بطاطس. باقي تحت في شيء تحت. بطاطس. هذا ما شاء الله جاهز بكرتونه هذا. والله جاهز. من هو له هذا؟ الفراد. الفراد. والله حركات حمودي. حمودي خلاص نبي نكبر مطعمك يا حمودي. ايش عندك؟ ايه يلا يا حمودي. دقيقة وش دقيقة؟ اخلص علينا. خلاص حطوه له بالعلبة. يلا هلا بسرعة بسرعة حمودي. يلا ما عطيتوني كاش. عطوني كاش. عطوه كاش. يلا ما عندنا يقول. يلا يلا يا من خلصن طلباتهم يا حمودي. سويت شيء ترى حمودي. ما سويت شيء انا. ها طفيته عشان ما يحترق المطعم. انت بخلي النار شغاله. بطبخ لي بيض. تطبخ لك بيض؟ يلا اطبخ بيض. بسرعه بسرعه. اسكتوا لا تقولوا شيء.